ما بتطلع من دوني ها؟ وعلى كم بتطلع من دوني؟ شو أبكلف هاي طلعة؟ شو؟ 4000 ليرة؟ وين رايحين إحنا على باريس؟ طيب ليكو بحاول أأمن المبلغ. ما بتروحوا أحكي معكم ها؟ ماشي بدي أروح عليك قبل إنه. سلام سلام سلام. 4000 ليرة منين بدي أبيع 4000 ليرة أنا؟ منين بدي بلش؟ هذه غير بلش بأمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا ست الكل يا نبع الحنان انتي ايش بدك؟ من 3 سنين انا عبست معها رح تطلع لك الجمعية اسمك رح يطلع والحمد لله اجى موعده وطلع استلمتي نصراتك امي؟ لا لا هدول مو لي لا يا وهدول شو؟ هدول المصاري هدول المصاري لام تحسين لنقلي لا يا ام تحسين بعدين ام تحسين ايش حط مصاري معك يعني ام تحسين لما اكون انا معك 50 ليرة بتتم الحالة كلها يا تعريكي هلا تعيش مصاري معي؟ امي اليوم الموعد قبضك فخلينا نتفاهم ونتراوى مع بعض احسن ما نلم الحركه كلها تعالي شو قد بدك يعني يا حشره انت بما انك صار لك سنين عم تزليني وسط اسم الجمعيه وسط اسم الجمعيه يعني اذا انا بدي منك اشتغلت 4000 ليره بس انا اصلا طولت بالي كثير شايفه لهاد طولي بالك فينا نتبازر على نص الساعه اذا بدك 2000 ليره منيح ولك لسه عم تحكي بلاستيك اصلي شريته من البازار ها خلص خلص انا بتشكرك رايح ارجع لابويا اشوف كمان ما بيجوا غير العين الحمراء وين كنت انا الدنيا بتحترم بس اللي عنده فلوس ابويا الحبيب ابويا الغالي سند وروحي وطفي وناقش المسخره هاي مبينه من اولها بابا بما انك قبضت الحمد لله قبل ما اكمل لا لحظه طيب اسمع اول شيء بدي اقول ايش بدك تقول يعني بسوق لك هي 10 ورقات وروح من خلطي وين الفراغ شو هالكرم هاد ما شاء الله حاتم الطي حطيته بجيبك عم تتبقلس ولك ايش لك 10 ليرات طالع مع رفقاتي جوله سياحه على طرابزون بدي منك نص المبلغ وانا بكمله يعني اعطيني منك 2000 او 4000 حسب انت وكرمك زين روح من دوتشي بسرعه طيب طوى بالك فينا نتبادل ها روح من دوتشي بسرعه زين من فوق يلا خلص خلص نزل يخرب بيته من حاله كل هالديون علي لسه عم يطلب مصاري واحد الدنيا بتحترم بس اللي عنده فلوس وانا اصلا كنت عارفه ما حيعطوني فليش مستغرب يعني منين بدي ادبر مصاري؟ شلون بدي ادبر مصاري انا؟ خليني ابحث على الانترنت اشوف جوجل شو راح يقول لي هل انت حمار يا عزيزي؟ لك حتى جوجل ما عارف شلون يطالع مصاري شلون بدي طالع مصاري انا بسرعه لك هي مكنسه ما استعملتها امي منوب هي مستعمله يعني هلا اذا نزلنا على السوق وبعناها ب 400 500 ليره والله يا بلاش خطرت على بالي فكره هاي كمان مالها لازمة بالبيت صاروا قطعتين ماكينة الكبة اصلا امي ما عادت عملت كبة منوب وهدول الدقاي ما عاد تستعملهم كمان هدول الطناجر كانوا من عرسة بس يلا هي كانت تقول كان يوم اسود خليني اخلصها منهم هذا الفرنج عم بدي بيعوه اقسم بالله البراد ضبط الى اخذته معي كمان يا مرايتي يلي بتعرفي حكايتي شو هاد؟ ايش عم تعمل؟ وين اخذ اغراض البيت يا حرامي يا حقير؟ ورا له قلم متقلعك من البيت رايح تبيعه المهم امي تعال شوفي امي امي مسكي هي القلب يا حبيب قلبي اكيد رايح تبيعه وتوديه لشي دار ايتام ولا شي جمعيه خيريه مو هيك؟ هات انت المصاري بتنباع بالعزا ان شاء الله نصب عينك عينك يخرب بيتك يلا قرب وجرب يلا قرب وجرب قطع منزليه بنص القيمه يلا يا شباب قربوا وجربوا يلا يا شباب قطع منزليه بنص القيمه ها يلا يا شباب بنص القيمه والله بنص القيمه يا شباب حدا يشتري هيك البركه ممله كثير لازم اشغل معي حدا مالي غيره الو مرحبا ابو شريك ليك اسمع لاقول لك فتحت مشروع وراح اشغلك معي وراح احسب لك يوميه كمان ايش بدك احسن من هيك لا هون قريب راح ابعث لك موقع بسرعه يلا عم بستناك بسرعه A few moments later.
ألف مبروك أبو شريك، ألف مبروك الباسطة. لك نايم أنت؟ جيت؟ جيت يا زلمة؟ أقسم بالله العظيم مش هالشوب ها؟ ولك احترقت؟ لو أعرف هيك الشوب باكت نزلت باكت فتحت باسطة منوب يا زلمة. قولك شبع شبع طول بسكويت يا العودة أنت؟ بعدين بده ياكل لومته بالحلال بده يتعب ويشقى. لك لو حدا عم بيجي بيشتري كان ما في مشكلة، طلع الباسطة مثل ما فتحتها هي لسه. بتعرف شو؟ أنا رايح أجيب شي نشربه، مبارد عليه شوي. خلاص روح ولا تاكل هم، البسطة بأمانتي خلاص. شوف أبو الشركة إذا أجي حدا بده يشتري. هاد 1200، 700، 300، 1200، 1400، 500، 300، ما بتنزل ولا ليرة، كلهم سعار، اللي عجبه يشتري واللي ما عجبه بجهنم إن شاء الله. خلاص الله معه، أنا بتصرف. تعب لك محل يدير بالك ها، بأمانتك البسطة. يلا. بعدين إيش هالأسعار عم تحكي عليها أنت؟ قال 1200 و700 و800 وما بعرف إيش هو. الفقيرة منين بدها تعيش؟ الفقير منين بده ياكل؟ قرب وجرب يا شباب، قربوا وجربوا. حي الله قطعة ب 50 ليرة. حي الله قطعة ب 40 ليرة. حي الله قطعة ب 40 ليرة. قرب وجرب يا حباب. هي مباركة بالصلاة على النبي. عيا الله طعم 40 ليرة، عيا الله طعم 40 ليرة، في عنا طعم 20. والله وطارت البسطة يا أبو جيك. الدنيا تتحترم بس اللي عنده فلوس. أبو زيك بعت كل شيء أنت؟ نفقت؟ طبعا أنا لأنه ابن سوق وإيدي فيها بركة. الله أكبر عليك، أقسم بالله كفو، والله أنت مراجل بعتهم بالأسعار اللي تلاك عليها ولا حدا فاصلك؟ شيط لي حدا فاصلك. الله بصراحة بالبداية أسعارك كانت غالية شوي، عملنا شوية تخفيضات وقت ما رب العالمين جبر ونفقنا البسطة كلها. أيوة هذا اللي كنت خايف منه أنا، شو أتفاصلوك بحقهم؟ نطري نزلوك كتير مو كتير، نفقت لك البسطة كلها ياتها بال 300 ورقة. شو؟ عم تمزح؟ عم تمزح انت اكيد؟ اكيد عم تمزح. يخرب بيت بس حكي يا زلمه، بعت البسطة كلها ب 400 ليرة؟ ب 400؟ 300 مو 400. 300 انت 300 300 وقت مجنون مجنون. انت لك ارخص شغله كانت معروضه على البسطة ب 400 ليرة. ايش عامل؟ ما حدا كان يرضى يشتري، حق علينا فتفخ بسطة انا يعني. لك اقسم بالله العظيم الحق مو عليك، الحق علي انا، لاني جبت واحد حمار متك وامنته بالبسطة. ولك الفرد حقك حق، ما اكيد تركب به. الله يوفقك، الله يوفقك. ايش بها؟ لا عبادة ما بدك تحاسبني بيوميتي؟ عبادة؟ عبادة؟ ولك هذا ليش ما عم بقلب؟ ايش صاير له؟ ولك خلصها بقى حطه على المحطة رح يخلص المسلسل. يو شو هذا عبادة؟ ما عم بقلب طلعي شايفتيه عم بقلب يعني؟ لك ما عم بقصد الريموت، عم بقصد هذا اللي على وشك. شو هاد؟ وين؟ كنت عم بحرق دقني من شوي ما نسيت. شو قصدك انت عم تمسح المكنه بي؟ ولك ايه رح عبتيني يخرب بيتك. خلص خلص عرفتك عرفتك نعيما ان شاء الله والله طالع كتير حلو. بعدين ليه عم تحلق انت؟ بدي اخذك وننزل على السوق نشتري لنا كم غرض. كل الاسعار عم تغلى لانه ولك وين عم تغلى؟ انه شوي كنت عن تحسين فوق دلتني على واحد قال شو فاتح بسطه جديد عم يبيع كل القطع بربع السعر. بتصدق بربع السعر؟ معقول؟ ولك ايه حتى فرجتني ماكينه كبه نفس ماكينه الكبه اللي عندنا بوقتها نحن من 10 سنين اخذناها ب 2500 ليره، هي اليوم اخذتها كني ب 50 ولا ب 100 ورقه. بكير استاذ. شو بوه؟ شو بعرفني؟ شكله اكل كف عاطفي. لحظة بتسني مش وانا طالع على الدرج شفت له قبليلة شايل الفرن وطالع فيه اخو الفرن اللي عنا. سألته شو قادر ياخده؟ قال ياخده بخمسين ليرة. امبالي عم يكذب علي ما صدقته انا. ما قلت لك انا؟ لحظة الفرن تبعنا اصلا ما موجود، ليش انت ما اخذته عن مصلح عشان نصلحه؟ اصلحه. ليش الفرن متعطل؟ ما هي خبر متعطل انا، مو هون الفرن هلا. قولك لا انا بعرف، انا بالي اخذت تصلحه وقلت علي واخيرا انتحل احبابي. وقت ايش عم تحكي؟ وينه لك مين اللي سرقه؟ شو هاد؟ شوفي عندك عندك يا حرامي. وكذا بيسونا ابو بدر.